تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية يعني الترقب واضح لبيانات التضخم في الولايات المتحدة وتراجع طفيف شهدناه في مؤشر الدولار، ما هي التوقعات لهذا اليوم؟ صباح الخير. طبعا نحن ننتظر بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا بيانات التضخم التي يعني تواجه أو تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه البنوك المركزية والدول خلال الفترة الماضية. الآن المؤشر الدولار يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي، حيث يستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات بالقرب من مستويات 108، طبعا بسبب عمليات جني الارباح وبسبب الترقب لبيانات التضخم. الان متوقع ان يواصل معدلات التضخم تباطؤها من 8.5% ل 8.1%، ولكن على الرغم من هذا التباطؤ الا ان لا تزال معدلات التضخم او لا تزال وتيره نمو التضخم اعلى بكثير من يعني النسب المستهدفه من قبل الفدرالي الامريكي، وبالتالي وجدنا ان يعني احتمالات رفع الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع الأسبوع المقبل وصلت لمستويات 91% لصالح رفع الفائدة الأمريكية بواقع 75 نقطة أساس وليس 50 نقطة أساس. يأتي هذا في الوقت طبعا الذي أكد فيه البنك الفيدرالي وأكد فيه محافظ البنك جيروم باول أكثر من مرة خلال تصريحاته الفترة الماضية أنه يمكن التخلي عن نوعا ما البيانات الاقتصادية أو التعافي وتيرة التعافي الاقتصادي الأمريكي في سبيل الضغط أو السيطرة على معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ ثمانينات القرن الماضي، وبالتالي وجدنا أن الدولار الأمريكي نوعا ما يستعد لبيانات التضخم، وحتى لو بيانات التضخم جاءت أكثر من المتوقع فبالفعل الأسواق بدأت تسعر احتمالات رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل. نعم أمان، يعني الهدف من الفيدرال الأمريكي الوصول إلى مستويات 2% من معدلات التضخم تحديدا في الولايات المتحدة، هذه التوقعات أثرت بشكل كبير على أداء اليورو منذ بداية تعاملات هذا الشهر، لكن نراه يستعيد نوعا ما عافيته فوق مستوى التعادل بينه وبين الدولار، ما هي المعززات التي قدمت لليورو ليرتفع؟ هناك طبعا العديد من العوامل التي ساهمت في دعم اليورو اعلى مستويات التعادل او التكافؤ مقابل الدولار الامريكي مجددا. وجدنا ان يعني طبعا بسبب عمليات جني الارباح التي سيطرت على الدولار الامريكي ويعني التراجع مقابل اغلب العملات الرئيسيه، بالاضافه الى ان البنك المركزي الاوروبي خلال اجتماعه الماضي رفع الفائده ب 75 نقطه اساس. طبعا تلك الوتيره بالنسبه للبنك المركزي الاوروبي كانت وتيره قويه جدا، خاصه البنك المركزي الأوروبي بدأ في تشديد السياسة النقدية في وقت متأخر عن بقية البنوك المركزية طبعا مثل الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والعديد من البنوك الأخرى، وبالتالي مع توجه البنك المركزي الأوروبي لتقديم رسالة هامة وهي أن البنك قد يواصل رفع الفائدة الفترة المقبلة في محاولة أيضا للسيطرة على التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ نشأة المنطقة، وحتى الآن يفشل البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على وتيرة التضخم، دفعت نوعا ما التصميم للتأهل لمزيد من أو التأهب لمزيد من رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة وليس الاجتماع الماضي فقط، وبالتالي هذا الأمر ساهم نوعا ما في دعم اليورو على الرغم من الضغوطات التي تواجه المنطقة سواء بنقص الامتداد بسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، نقص امتداد الطاقة أو يعني حالة الضعف والبيانات المخيبة للآمالة في أغلب القطاعات خاصة طبعا القطاعات التصنيعية والخدمية، ولكن يبدو أن أيضا البنك المركزي الأوروبي قد يواصل نهج الفيدرالي الأمريكي وقد يتخلى عن وتيرة التعافي الاقتصادي في سبيل السيطرة على التضخم، وهو ما يساهم نوعا ما في تعافي اليورو مقابل الدولار. نعم أماني، ماذا عن باقي العملات المعومة بالدولار؟ يعني إذا ما تحدثنا عن يعني الجنيه المصري على سبيل المثال تأثر بشكل كبير في ظل القرارات من الفيدرال الأمريكي برفع أسعار الفائدة، ما حالة الترقب للقرار الجديد لرفع أسعار الفائدة؟ كيف سيتأثر وما هي التوقعات للجنيه المصري؟ طبعا اكثر الاقتصادات التي تاثرت بالسلب جراء رفع الفائده الامريكيه بتلك الوتيره طبعا الاسواق الناشئه مثل الاقتصاد المصري او اقتصادات الوطن العربي والاقتصادات مثل الاقتصاد التركي وهكذا، ولكن طبعا بالنسبه للاقتصاد المصري او بالنسبه للجنيه المصري الذي واصل تراجعه مع يعني ابتعاد اموال المستثمرين الاجانب خارج البلاد والترقب لمزيد من رفع الفائده، خاصه كما اشرت ان تصريحات محافظ الفيدرالي الامريكي اكد على ان هناك يعني المزيد من رفع الفائده على
الاقل حتى نهايه العام، وهذا الامر طبعا تسبب في تراجع اغلب العملات خاصه الاسواق الناشئه والاسواق التي تتاثر بالعوامل الخارجيه مثل الاقتصاد المصري، وبالتالي وجدنا ان الجنيه المصري يواصل تراجعه امام الدولار على الرغم من ضغوطات الدوله او ضغوطات او يعني جهودات الدوله في دعم الجنيه المصري ومحاوله يعني اغلاق الاستيراد او باب الاستيراد، ولكن هذا الامر يعني يبدو انه مشكله عالميه قد تستمر حتى نهايه العام على الاقل. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا لك على هذه التفاصيل.